أنا عايز أعمل مثال أخير يبقى فيه استفادة كده من عملات والشغل اللي عملناه دوت، ومن الموقع الجميل اللي بيقدم لي عملية تحويل عملات. فأنا هعمل كده example. المرة دي أنا عاوز أخلي الموضوع يبقى شكله يعني في مثال. فقام جاي قال لي سيبك من الكلام ده هنستغله كمان شوية. جيت قلت قال والله أنا عايز أخد من اليوزر، هو عنده عملة البيز وعايز يحول العملة إيه، وعايز يحول تونة كام، وأحسب له أنا وأطلع النتيجة، بس تبقى حاجة واقعية وحسبة مظبوطة. فأعرف أول حاجة البيز وهقول له input، وهقول له مثلا إيه انتر مثلا البيز كرنسي، تدخل العملة الأصلية اللي معاك تمام، هيدخل عملة الأصل. طبعا لازم يكون عارف عملات الأصل مكتوبة إزاي وبتبقى صح، مش قضيتنا دلوقتي. وبعد كده هقول له convert to، عايز تحولها لإيه؟ convert to، برضه هيخلي اليوزر يقول لي هو عايز يدخلها لإيه؟ فهقول له convert to currency، وهيكتب الكرنسي اللي هو عايز يحول ليها. يعني مثلا هو معاه مصري عايز يحوله دولار، بس السوق المصري مش موجود في الموقع. هو مثلا ايه يعني معاه دولار وعايز يحول ليورو، عايز يورو يحوله مش عارف ليه، ان عايز كده تمام. حلو جدا. واخيرا الاماونت، القيمه اللي هو عايز يحولها. بس طبعا القيمه اللي هو عايز يحولها عامل برضه انبوت، واقول له اماونت بتاع الدخل. طبعا الاماونت ممكن تدخلها، طبعا لازم تحول الى رقم فلوت، ممكن يكون فيه كسر عشان نحسبه له كده. معايا العمله البيز، معايا العمله عايز احول اليها، معايا القيمه. ده الاند بوينت بتاعي، الاند بوينت بتاعتي ان هو على العنوان ده على بيز يو اس دي. قلت له ماشي، طب انا هبعت البارمز دي بشكل جديد، هوريكم شكل اخر لارسال البارمز دي. فانا هاخد اليو ار ال اي ار ال ده اللي هو بالنسبه لي اند بوينت اهو تمام. ومن هنا قايل له ايه، هنبدا نعمل ريسبونس تمام. ريسبونس هيجيت الاند بوينت، وعايز ابعت لك بارمز. معمل كده وكاتب كلمه بارمز بتساوي وببعت جيسون. اول حاجه البيز بيساوي اليو اس دي دي بالظبط ما توازي ان انا اجي هنا، ان انا اجي على الليتست ديت واقوم كاتب علامه استفهام واكتب بيز بيساوي يو اس دي. دي توازي دي ايه بتساوي. وممكن استغل كان في بارمز كمان في الاول اتعلمناه اللي هو اسمه سيمبلز، كنا المحول اليه كان محول اليه ايه، ممكن استغله. ممكن اقول لا، في حالة لا هيجيب لي لستة بكل العملات، هيجيب لي لستة بكل الايه العملات، وهضطر اعمل لوب عشان اوصل للعملة اللي انا عايزها. وممكن اختار ان انا ابعت السيمبلز يعني اللي انا عايز احول اليه. فانا هختار ان انا هعمل الفكرة دي، هقول له زي ما قلت لك البيز يو اس دي كوما، وهقول لك كمان ان انا عندي السيمبلز كوما اللي انا هحول اليها هي بالنسبة لي كونفيرت تو كونفيرت. بس طبعا اليو اس دي مش هنثبتها يو اس دي، احنا زي ما اليوزر دخلها، اليوزر دخل البيز احط بيز. هي بقى اليوزر دخله ايه؟ طبعا دخل حاجه غلط هتطلع غلط، مش قضيتي تمام. هدخل بيز وهدخل الكونفرت تو. فكده طبعا لو عايز الكونفرت اكتر من حاجه كنت تاخد كوما كوما كوما، بس احنا ما عندناش ده، عندنا بس البيز لحاجه العمله العمله. المثال الواضح البسيط الشهير، واول مره اتعامل مع البارامتر اللي زي ما انتم شايفينها كده، بارمز تو البيز بتساوي كذا. طبعا دي كانت توازي ان انا اجي هنا وعامل كده وقايل له البيز بيساوي مثلا فور اكزامبل يو اس دي، وعامل كلمه عامل امبرساند كده زي ما انتم شايفين كده، عامل امبرساند، واقول له السيمبلز بتساوي كده مثلا. فكده ده الاصل وده اللي هي المحاور اللي
انا يعني كتبتها بشكل مختلف، وده الشكل الافضل ان احنا نبعتها كده. تمام، كذا شكل من اشكال الاسئله عادي، مش مشكله. طيب حتى الان كده المفترض ان انا هاجي اقول له ده جيسون لود الريسبونس. انا ممكن طبعا تضرب، ممكن تطلع ايرور، لان الراجل ممكن يدخل حاجات مش مظبوطه، صح ولا ايه؟ ممكن اليوزر يدخل حاجات مش مظبوطه، انا ما اعرفش. وكل الكلام اللي هو تحت ده انا مش عايزه دلوقتي، خلوني بس لغايه هنا، لغايه الحته دي اتاكد ان البيانات عندي مظبوطه. عملت كليك كمان، قلت له رن، قال لي انتر البيز، قلت له مثلا يو اس بي هتحول لايه، قلت له مثلا اي يو ار، قال لي اماونت، قلت له عايز احول 1000. رد عليا بالنتيجه دي، قال لي ادي قيمه التحويل بتاعت اليورو، وادي قيمه البيز بتاعتك في اليو اس دي، ده اليو اس دي الواحد يو اس دي بيساوي كده يورو. قلت له جميل جميل، هو ده. لو الراجل جه قال لك ايه العمله انت هتدخلها اي جي بي، واحنا ما عندناش اي جي بي، تمام، وهتحولها ليو اس دي، تمام، وعايز يحول 1000، ايه اللي حصل؟ طلع لي في النتيجه حاجه اسمها ايرور، وقال الاي جي بي از نوت سبورتد، احنا الموقع بتاعنا ما بيدعمش الدي، ما بيدعمش دي. طيب في حاجه اسمها في الريسبونس، ممكن اقول حاجه اسمها ستيتس كود. ستيتس كود احنا اتكلمنا عنها ان في حاجه اسمها الدينت الشهيره، ان النتيجه رجعت سليمه 100%، وممكن تطلع معانا باكثر من شكل مختلف، ليها اكواد وليها نظام. فجيت عملت كده في الكمبيوتر ران البيز، مكتوب اي جي بي، طبعا هي طبعا سليمه بس ماشي، يو اس دي، والاماونت مثلا 1000 او اي رقم. غاب لحظة وأخيرا رد عليا قال لي 400، ده نوع من أنواع الإيرورز، ده نوع من أنواع الإيه؟ يعني مش 200، يعني لما جيت عملت كده قلت له أنا عايز أحول من يو اس دي ليورو أي رقم، جاب لي نتيجة وجاب لي إن الإيه؟ إن هي 200، وبالتالي أنا عارف إن هو خارج ال 200 في مشكلة. فأنا ممكن أستخدم الستاتس كود، طبعا هو في انواع عشان تبقوا عارفين ال HTTP status code ده نشرحه بالتفصيل ان شاء الله. 100 101 102 كل ال 100 ده informational، يعني معلومات عامه. 200 وانت طالع ده كله في السكسس، 200 و201 و202 كده. ال 300 دي معناها ان في redirection، في يعني نقلك من مكان لمكان فبيطلعك 300. 400 معناه ان انت عندك ايرور، انت في عندك مشكله. بانواعه بقى، في 401 402 403 400، كل الانواع اللي تحت 400 معناها ان انا في الطلب بتاعي انا ككلاينت دلوقتي، اللي هو انا البايثون دلوقتي عندي مشكله. 500 و501 و502 والكلام ده، ده معناه ان السيرفر هناك فيه ايرور، معناه ان السيرفر هناك فيه ايرور. طبعا كل ال 100 فيها ارقام، وال 200 فيها يعني الى اخره. انا بس عايز اقول ايه؟ عايز اقول if ان الريسبونس دوت ستيتس كود لو كانت بتساوي لا تساوي 200، ما بتساويش ال 200، هطلب ان انا اطبع بشكل مختلف. يعني كان عندي لما بتطلع اقل من حاجه غير 200 بتطلع لي هنا حاجه اسمها ايرور، صح؟ طلع لي الكي اللي اسمه ايرور، وبالتالي لما يطلع عندي مشكلة ما، طبعا انا اتمنى ان احنا نفك بدري، يعني نفك قبل العمليات دي كلها، فكها كجسم داتا يعني. قلت له الريسبونس والستس كود لو مش 200 هتبريد، هتقول لي مثلا ايرور ان يور ريكوست، مثلا ايرور ان يور ريكوست، وهطلع له الايرور. الايرور هطلعه ازاي؟ احنا عندنا جيسون داتا، صح؟ طب تفتكروا لما كانت الجيسون لما كان بيطلع ايرور كان بيطلع لي بس اوبجكت في كلمه ايرور والنتيجه، وبالتالي انا هاجي اقول له هنا انا عايز الايه؟ الايرور. يبقى دي ايه القيمه اللي انا عايزها من الجيسون داتا؟ هي الايرور بس. ايرور. فاطبع الايرور، اصل الايرور ايه؟ القيمه بتاعت الايرور ايه؟ ده لو كان في مشكله. طيب. else معناها نو بروبلم، يعني ما عندناش مشكله يعني.
الدنيا تمام، الدنيا تمام، يعني مفيش ايرور وفي نتيجه جايه لي انا اقدر اشتغل عليها، اقدر اشتغل ايه؟ اشتغل عليها. ماشي، انا اقدر اشتغل عليها، يعني معايا الوقت، معايا منظر زي ده، معايا بيز وديت، مش فارق معايا البيز ولا فارق معايا الديت ولا معايا الكلام ده خالص، انا فارق معايا من جوه الريتس، انا عايز العمله بتاعتي، انا عايز القيمه دي، انا عايز ده اوصل عشان اعمل، عشان اضرب له الاماونت واطلع له القيمه بكام، اطلع له القيمه بكام، بس هو ده انا عايز اوصل، خلاص. فانا عايز ده، فاقول له ايه؟ الكونفرجن ريت اللي هي معامله تحويل الكونفرجن ريت، هو قيمه التحويل بتاعتي. هتجيبها ازاي؟ قلت له هتخش على الجيسون داتا، يعني هتجيب منها ايه؟ الريتس. هتجيب لك لسته، تقول لا ما انا عايز منها بقى اليورو، تقول له ما انا مش عارف اسم اليورو، لا انا معايا، انا معايا اسمه اللي هو عايز يحوله، اللي هو الكونفيرت تو، الكونفيرت تو ده القيمه اللي هو عايز يحول اليها، فانا عارف هي دي. يبقى يخش في الريتس ويجيب لي الكي اللي كاتبه الايه؟ اللي كاتبه اليوزر. بقى معايا قيمه التحويل اللي هي الرقم ده، كده خلاص سهل. الفاليو معروفه، الفاليو بتاعتي معروفه اللي هي ايه؟ الكونفيرجن فاليو اللي هي قيمه التحويل بقى اللي انا عايزها، هي بتساوي طبعا الاماونت اللي هو كان عايزه، لو مثلا 1000 او مش عارف ايه زي ما يكون، مضروب في الايه؟ في الكونفرجن ريت اللي احنا توصلناه، الكونفرجن ريت اللي احنا ايه؟ اللي احنا توصلناه، يعني هيضرب الرقم ده، شوف انت عايز كام. طبعا معناها ان كده قيمه من اليو اس دي لليورو انت فلوسك هتقل، من يو اس دي لليورو الفلوس هتقل، لان هنا القيمه اقل من واحد، قيمه اقل من ايه؟ اقل من واحد، فلوس هتقل. ففي الحاله دي اقول له اطبع له بقى الايه؟ القيمه اللي انا عايزها، تمام؟ ممكن اقول له على طول مباشره القيمه، ممكن اطبع له البيس كام والبتاع كام والمش عارف كام والكلام ده كله براحتي، وانا هختصر، انا هقول له القيمه بتساوي كام على طول، يعني عشان بس اختصر دلوقتي احنا طولنا عليكم، فاقول له بس الايه؟ your amount is على طول مختصر. اختبار انت عايز توصل لها اللي هي conversion، conversion value، بس عشان ما يزعلش بس هقول له CTR عشان كنت طبعا مفيش مشكله. هنا الاماونت تمام، الكونفرجن ريت تمام، ممكن نحولها فلوت عشان لو كان في اي مشكله، بس هي كده جايه فلوت يعني، وبقول له قيمه كام وخلاص. اما هنا لو في ايرور بقول له تعال نجرب بقى، نعيد تجربة المثال بقى، مثال واقعي. هيقول لي دخل بيز، قلت له يو اس دي، تحول ليه؟ قلت له حول ليورو. قال لي معاك كام؟ قلت له معايا 1000. كانت 8 وشوية كانت كذا. قال لي قيمتك اهي، فعلا طلعت اقل من 1000، صح؟ يعني فعلا قيمة التحويل اقل في اليورو. لما تيجي معاك فلوس يعني معناها ان اليورو اعلى. معناها ان اليورو اعلى. يعني لو عكسنا المفروض يطلع اعلى، يطلع اعلى حوالي 200 او قرب ال 200. يعني لو جينا جربنا كده قلنا له الاي يو ار، قلنا له اليو اس دي، وقلنا له قيمه 1000، يعني معايا 1000 دولار بس هنحولها لليو اس دي، المفروض تطلع اعلى من 1000. فقال لي 1100 وشويه، يعني تقريبا 200 جنيه انا كانت عامل. فبكده احنا عملنا مثال يعني واقعي جدا، بيحول فعلي. بكره ممكن نجرب الحاجات دي تطلع ارقام مختلفه، احنا بنجيب اونلاين وبنجرب وبنحول، وعرفنا في المثال ده نعمل حاجه واقعيه، عرفنا البارامز نعملها ازاي، اخذنا انبوتس من اليوزر واشتغلنا عليها وعرضنا له البيانات، وطبعا بكره طلع له طبعا بقيه الداتا بتاعتي اللي موجوده جوه الجيسون داتا، اللي هي قيمه التحويل كانت يوم تاريخ كام، وطلع له قيمه البيز بكام، وقيمه الكونفرجن ريت بكام، والاماونت وكذا. انا اختصرت طبعا، لان احنا طبعا ادوات الامثله فاتت انا اختصرت ودخلت على طول ان انا اطلع له القيمه اللي موجوده كام. في نفس الوقت لو عمل اي اخطاء زي مثلا دخل الكرنسي غلط او حاجه، لو عمل مثلا اي جي بي وحول يو اس دي ودخل قيمه مثلا 1000، فبيطلع لي بيقول لي ايرور ان يور ريكوست، وقال البيز اي جي بي از نوت سبورتد، مش موجود. ولو عملنا اختلافنا غلط، يعني كتبنا مثلا يو اس دي تو اف
اكس واي زد مثلا، لو عايز اقول لغه الف هيطلع الريكوست ويقول لي كلمه يو اس دي دي نوت سبورتد، يعني مش موجود على طول يو اس دي كابيتال. طبعا دي ممكن نحلها طبعا باكتر من اسلوب، بس انا بتكلم فكره ان بقى في هندله في هاندلنج للايرورز بتاعتنا تبقى لي حاجه اسمها ستاتس كود. كان قال لي اه بس الاكس واي زد ديت انفاليد في التاريخ ده مش مالهاش قيمه وهكذا، وما بندخل صاحبي طلع صح. ده كانت مثال للكونفرجن بتاعنا بشكل متكامل.